سلام صحباتي الزوينات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم البنات، ما غاديش نشرح لكم شنو كندير، انما غادي نشارك معكم واحد الخطه خطيره خطيره اللي غادي تنفعكم بزاف البنات. هذا الفيديو راه سجلته النهار اللي كانت الشتيوه كتصب، كنت سجلته وما ساليتش باش ندير ليه المونتاج صراحه. يلا كتاب باش غادي نقادو لكم، لانه صراحه كيبغي واحد الجهد هذا المحتوى اللي غادي نبدا ان شاء الله نشارك معكم، ديال التنظيم، الوقت، تنظيم البيت، بزاف ديال الحويجات اللي زوينين ومفيدين، كيبغي شويه ديال الوقت وشويه ديال الخدمه. مهم البنات، غادي نبداو بالعاده الاولى اللي غادي تهنيكم وغادي تخليكم مرتاحين في ديوركم. اول حاجه البنات هي تفيقوا بكري، ومن تفيقي اختي حاولي من تفيقي ما تشديش التليفون، حاولي تصاوبي الناموسيه ديالك، قادي الملايه، قادي المخدات ديالك، سيري دوزي على الغرف ديال وليداتك. هادشي كامل ما يديش منك حتى 5 حتى 10 دقائق. غادي تمسحي حداك ديك الغبره في الكوافوزه، المهم داكشي خفيف ظريف، وغادي تمشي اختي تصاوبي الفطور ديالك وتفطري. غادي تعطي راسك واحد 5 ديال الدقائق ديال الراحه، فطري فيها اولا حتى 10 ديال الدقائق. من بعدها غادي تنوضي اختي تدخلي الكوزينه، غادي ديري الغديوه ديالك كطيب، وغادي ديري المهام ديالك اللي عندك في الكوزينه، داك التنظيف الخفيف، غتغسلي المعنات، غادي اللي عندك لافيسيل غادي تدخلي المعنات لافيسيل اللي تغسلو. من الضروري اختي انك تكوني دايره واحد الجدول اسبوعي كتحيدي فيه واحد الجزء من الدار ديالك تخمليه، مثلا الكوزينه اولا الخزانات ديال المطبخ اولا ديال الملابس، حاجه فيهم ضروري اختي تمشي على الجدول. عرفتو راه الورقه والستيلو راه كتسهل عليكم بزاف ديال الحوايج. ملي كتكوني دايره واحد الجدول زماني ديال المهام اليوميه اللي خاصك ديري والاسبوعيه والشهريه، والله العظيم حتى غادي تبدل حياتك 360 درجه. الحاجه الثالثه البنات هي انك اي حاجه جبتيها رديها لبلاصتها، ما تخليهاش ما تحطيهاش في شي بلاصه، مثلا حطيها هنا حقه تنساليه ونردها، ولا في البلاصه ترديها لبلاصه باش ما تبقاش تكثر عليك الروينه. وهادشي علموه حتى لوليداتكم في الدار، الصراحه ملي كيتعلموا الوليدات هادشي حتى هما كيكبروا منظمين وكيكبروا كيعاونوك في الدار وما تكثرش عليك الخدمه غير انت بوحدك. رابع حاجه البنات والحاجه اللي مهمه، ماشي احنا راه معروفين اي بلاصه عندنا في الدار خاصنا نجيبوا ليها شي موبل نحطوه، ولا شي كرسي، ولا شي فوطوي، ولا شي ديكور، ولا شي حاجه. ما يمكنش نخليو الدار خاويه، معروفين بهادشي المغاربه الصراحه، ما نكذبش عليك، وهادشي كيزيد غير الروينه وكيزيد الكركبه في الدار وكيكثر عليك الباجاج. احسن حاجه اختي هي تخلي المساحات مفتوحه، ما تعمريش كلشي. الله يهدينا، انا بالنسبه ليا انا بديت كنحاول نقص عليا اي حاجه غير زايده عندي في الدار غادي نحيدها، اي حاجه ما عندي ما ندير بها غادي نحيدها، الحاجه اللي باقا لايقه صدقيها، الحاجه اختي اللي ما لايقاش لوحيها في سله المهملات. كثرت الديكورات بلا فائده، كثرت الكراسه، داكشي ما عندنا ما نديرو به، غير كيعمر الدار وكيكثر علينا تمارف المسيح والغسيل والروينه. هادشي راه الناس اللي يعني مجربينه راه عارفين بحقه. الحاجه الاخرى للبنات اللي مهمه خاصكم ديروها هي غادي تدوري في الدار، ديري ورقه وستيلو اختي ودخلي لغرفه النوم وبداي كتعزلي. شوفي هاد الحاجه مثلا غنحطها هنا، هاد الحاجه خاصني نخليها نحتفظ بها، هاد الحاجه غادي اللوحه، ما تخليش اي حاجه تبقى عندك شاده البلاصه. الحاجه اختي مع نمشي مثلا الملابس ديالي البلاكار ديال الحوايج، غادي نشوف الحويجات اللي كنستعملهم بزاف والحويجات اللي عندي غير محطوطين واحد شهرين 3 شهور ما قربتش ليهم او اكثر، غادي نحاول نصدقهم او نحيدهم، ما عندي ما ندير بهم، لانه كل مره كنشريو حوايج جداد وكيبقاو كيتزادوا عليهم دوك الحوايج القدام، كتولي عندنا واحد الروينه في الدار ما كتبقي عارفه ما ديري بهم. كنعمروهم في السيكان ونخزنوهم تحت الناموسيه ولا تحت ولا في شي بلاصه نحتفظوا بهم. ايوا اختي هنايا كيبقى كل عام كنعاودوا نفس العمليه، اما نجبدوهم نصبنوهم ونردوهم، اللهم نقصوهم علينا، اللي ما عنده فايده تحيد. كما درت معاكم في الفيديو اللي قبل، انني بديت كنقاد في الكوزينه وكنحيد اي حاجه ما عندي ما ندير بها، كاللوحه باصل مهرسين طايره لهم الشقفه، هذه مصديه بانيو ما عندي ما كندير به، كلشي تلاح. خففوا عليكم الروينه باش لي شريتو الجديد تلقاو فين ديروه. الحاجه عاوتاني اللي غادي ننصحك بها هي انك ديري جدول زماني للغسيل والتنظيف ديال الزرابي، الملايات اللي كتنعسوا بيهم، المانط، المهم كل حاجه غادي ندير ليها وقتها بالورقه والستيلو امتى غادي نديرها.
باش كيبقى عندي بروغرام غدا بيه وكنسير حياتي مزيان، وهذا الشيء كامل كيبقى في يد الله سبحانه وتعالى. المهم البنات، الحل اللي غادي نعاود نشارك معكم هو الحلول التخزينيه الذكيه، هي دوك الصناديق ديال التخزين الذكيه والرفوف. هذا الشيء كيساعدنا في الحفاظ على النظام ديال الدار ديالنا، كيبقى كل شيء مرتب وكل شيء زوين. وهذا الشيء اختي كامل وصلنا لاخر حاجه في الفيديو، هي اللي تبعتي وتبعت معك هذا النظام، غادي نربحوا وقت ونحافظوا على صحتنا. وكنشكركم بزاف على المشاهده وشكرا لكم.